نسى انا في ولدي ولا حي لا ميت شنو عاد؟ كان ميت عطوا لي ندفنا كان حي عطوني ندير حوش ندوي براني من الدوي تاع الجزائر ندوي واحد ونشري له واحد الدواء ها وقش اخر هزها عطوا لي نهزها ودي عطوا لي نهزها ودي. العناية الربانية لطفت بمصير رضيع هذا الأب وكتبت له ميلادا جديدا لا كفنا. فبعد التجربة القاسية والمريرة التي عاش على أعصابها هذا المواطن من ولاية الوادي وهو يتجرع كؤوس العلقم مع ضبابية موال أدخلته في حالة هستيرية بسبب تأخر مستشفى الوادي في الكشف عن مصير رضيعه إن كان حيا أو ميتا، وجد رضيعه أخيرا والمفاجأة السارة، الرضيع حي يرزق. ولدي هو هنا بعد الحمد لله راهو حي عايش والله ملك الحمد إن شاء الله ربي يصبر أهلات الأخرين. وغير بعيد عن هذا الأب المصدوم كانت الأم تحترق داخليا بصمت، ومهما قلنا لا يمكننا أن نتخيل شعور أو أن نضع أنفسنا مكان هذه الأم التي عاشت على واقع خبرين أو لنقل صدمتين، أولهما فقدان رضيعها إما محروقا أو مخنوقا لتكتشف في الأخير وهي بصدد انتظار استلام جثته بمعية زوجها أن رضيعها حي يرزق. مرت علي ظروف صعبة في هذاك النهار حتى ليل، رحت منك من الصباح حتى للقاي، لو زدنا رحنا القاي لازدنا كيف كيف، لا عرفت لا حي لا ميت، وزاد العشوة غير مع الثلاثة باش استلمت ولدي الحمد لله فك اللحظة ذيك باش ردت فيها الروح. الفاجعة الإنسانية أو بالأحرى المحرقة التي سيقظ على هولها فجر الثلاثاء الماضي أهالي الوادي والشعب الجزائري ككل حبست أنفاس العالم صورة الزوجين اللذين انتظرا 8 سنوات لإنجاب الأطفال ليستم في الأخير بسماع خبر وفاة توأمهما أسوأ ما يمكن أن يتصوره أي زوجين. شرارة كهربائية، إهمال، تقصير أو وأو بين من المسؤول عن المحرقة التي تسببت في وفاة 8 رضع ومن البريء؟ تبقى الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن المنظومة الصحية في الجزائر وعلى رأسها المستشفيات تقدم أسوأ الخدمات الصحية، فهل يستفيق المسؤولون من غفلتهم ويدركون أن المسؤولية تكليف وليس تشريف؟